ايوه عايز اعرف نوع التذكره دي ايه اللي كاسحه السوق ومش مخلينا نعرف مشتاقه. ايوه عايز اعرف التاجر بيشتغل فيها مين، اسمه ايه؟ عشان خاطر ابو علي رد عليا الليله دي بسرعه. مع السلامه. سيبوه روح شوف شغلكم. تعالى انا مدهولي عاشر شافك. هو في ايه يا رئيس جرعه؟ هي في انت مش كنت جاي تزورني ولا ايه؟ ايوه يا ريس، بس الرجاله بتوعك جابوني قدره واستقدار، جابوني غصب عني. اخصى عليك يا مدبولي، غصب عنك؟ يعني ما كنتش جاي تزورني انا ولا ايه؟ هو انا اقدر استغنى برضه يا ريس جرعي؟ ريس ريس رايتي خلاص كانت زمان راحت لحالها. دلوقتي انا جرعي بيه زي ما انت شايف كده. والقصد بقى ايه حكايتك؟ انت عمال تتحايل ورايا بقالك كام يوم وعامل لي فيها المتنكر. عاوز تقول لي حاجه مدهولي؟ محتاج قرشين؟ انا خدامك، انت عارف انا طول عمري راجل مع الرجاله بتوعي. عيب يا ابو رعبيه، ما تقولش كده، انا خدامك. تخدمني انا ولا تخدم فتح العقاد؟ ما ينفعش تخدم اتنين مع بعض. بس انت تعرف كويس قوي اللي بيقع تحت درسي بطحنه، عارف كده ولا لا؟ عارف يا ابو رعبيه، ده مش درس، ده فك مفترس. وعارف كويس قوي انا بدلع الرجاله اللي بيشتغلوا معايا اخر دلع. وانا نفسي اتدلع وابقى خدامك. ما ينفعش، انا قلت لك انت مش بروحين، يا تخدمني انا يا تخدم فتح العقاد. من النهارده انا تحت امرك ورقبتي فداك. يبقى نتفق يا مدبولي، واللي اقول لك عليه تنفذه وهنغنغك اخر نغنغه. انت في بينك وبينه ضغينه ولا ايه؟ ابدا يا سعاده البيه، بس انا وانت وسمي يبقى معايا في الزنزانه واحد شمال، يا اما تنقلوني يا اما تنقلوه. انت فاكر نفسك بتشتغل في الديوان ومش عاجبك وظيفتك عايز تتنقل لوظيفه تانيه؟ انت هتفضل مرزوع في العنبر بتاعك. مش حرام يا بيه كل يوم اشوف منظره وهو بيشم؟ يعني انا لو هجمت عليه بقى وخنقته محدش يلومني. اللي يسمعك كده يقول انك كنت ماشي على الصراط المستقيم، واللي يدور عليك يلاقيك مزور وحرامي، واللي يدور كمان يلاقيك كنت شمام بس مش لاقي جوه السجن اللي تشمه. يلا يلا ارجع العنبر بتاعك قبل ما احطك في حبس انفرادي وسايب عليك الماء طول الليل. وماله يا سعاده البيه؟ على الاقل استحمى، ده انا بقالي شهر مش عارف استحمى لما ريحتي طلعت. طب امشي غور من قدام الله يقرفك غور. اترا كله يثبت مكانه ما يتحركش، فتشوا العنبر. تعالى هنا يا سالم. امرنا يا باشا. من غير ضمادك، طلع اللي معاك. انا معيش حاجه يا باشا. فتشوا. شوف سريره يا حضره الظابط. افتح ابوك يا علي. حاضر. مفيش حاجه يا فندم. اوام يا سالم، شميت كل البودره اللي معاك؟ بودره دي يا باشا؟ الو. ايوه يا ميسا، بقول لك ايه، اديني نمره ورده، قصدي اديني نمره مدام ريلي. لا اصلها طلبت مني شويه اجهزه، فعايز اقول لها بس ان الاجهزه جت. الحقني يا فندم، في مصيبه حصلت، المسلم سالم بشندي. ايه ماله؟ في ايه؟ لا بيتحرك ولا بيرد. يعني ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ مش عارف يا فندم، بيقولوا ان وقع مره واحده في العنبر مات. مات ازاي يا دكتور؟ أزمة قلبية حادة نتيجة تناول جرعة كبيرة من المخدرات. قتلته! قتلته يا زلمة! احنا ما جيناش جنبه يا هاني، احنا كنا بنعامله أحسن معاملة، خصوصاً وإنه كان حسن السير والسلوك. أمال مات ازاي؟ ها؟ ولا أخويا مات ازاي؟ إيه ده؟ إيه ده؟ مش كده؟ قعدة ازاي يا مجدي؟ قعدة ازاي؟ أكيد عذبوه وضربوه لحد ما مات! يا
يا فندم اخوك مات نتيجه تعاطيه جرعه مخدرات عاليه. وانت عرفته ازاي؟ الدكتور اللي كتب تقريره بيقول كده. طبعا ما انت لازم تقول الكلام دوت. والمخدرات بعد جت السجن ازاي؟ احنا عاملين احتياطات واجراءات كبيره، لكن للاسف مفيش فايده. اهالي المساجين واصحابهم بيتحايلوا على القانون، لكن اللي بيقع يومهم العداله. يعني ايه؟ اخويا خلاص راح بشربة ميه؟ لا لا انا مش سهله، انا ممكن اقوم الدنيا ما اعرفش. معلش اعذرها يا ست المأمور، اعذرها. والله يا فندم ده شيء مؤسف، وكل المسؤولين في السجن محاليل للتحقيق، وانا شخصيا ممكن اتحاكم في الواقعه دي، ده موضوع مش سهل. ولا هيفيدني بايه انك تتحاكم انت ولا غيرك؟ هترجع لاخويا تاخد مني؟ اخويا تاخد مني؟ اعمل ايه يا مجدي؟ بس معلش اعذر يا ست المأمور، ست المأمور ملوش اي ذنب. يا ريت سعادتك يعني تخلصي تصريح الدفن بسرعه من فضلك. سالم اخو ورده. سالم مات؟ معقول؟ مين اللي قالك؟ عرفت ازاي؟ سمعت فتحي بيه بيكلم الحاج في التليفون بيقول له على الخبر. لا حول ولا قوه الا بالله. قالك يا عزفين؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. ما في حياتك، ما في حياتك يا ورد. لو احتجت لأي حاجة أنا تحت أمرك. شد حيلك يا ورده. كتر خيرك يا ابو راي. ازيك يا زيزي؟ الله يسلمك. معلش، بس الحمد لله كل حاجة انتهت على خير. ألو، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. كله تمام وفل يا فل يا فلاني. ربنا يخليك يا وردة يا أختي وما يحرمنيش منك أبدا. بقول لك يا وردة، في واحدة عايزة تسلم عليك. ألو، ازيك يا حبيبتي؟ أنا سوزي. يخرب بيت عقلك، أنت إيه اللي وداكي لبنان؟ كنتوا متفقين من ورايا، وكمان هتتجوزوا؟ ألف مبروك يا حبيبتي. لا أنا ورايا حاجات كتيرة قوي. لا لا إن شاء الله هخلصها وأجي أحضر الفرح. طيب يا حبيبتي، بقول لك يا سوزي، أنتوا مش محتاجين أي حاجة؟ بجد؟ طيب انا هسيبك دلوقتي، معلش جايلي ناس. ايه؟ كنت عايز اكلمه. انا خفت الراجل ده يطب علينا فجأة. هو ايه اللي اخره يا مجدي؟ ما تقلقيش، زمانه جاي. زيزي نعم. في الحاجة اللي قلت لك عليها؟ كل حاجة جاهزة زي ما اتفقنا بالظبط. طب اطلعي اوضتي فوق، هتلاقي جنب السرير شنطة صودا، هاتيها وتعالي. حاضر. اكيد اكيد اهو، روح افتح له، انا هستناكوا بره. اوكي. اتفضل يا دكتور. شكرا شكرا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. اولا انا اسف جدا يا هانم، معلش اتاخرت عليك. عربيتي عطلت في السكه، هعمل ايه؟ لا معلش، جت سليمه ان شاء الله. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. شكرا. اهلا وسهلا. لقيتوا جثه تدفنوها؟
الحقيقه سالم غرفته كانت حلوه قوي وكل حاجه تمت من غير مشاكل. عال عال قوي. بيت يا زيز. نعم. هات امسك يا اخويا الشنطه دي فيها نص مليون جنيه. بقيت الدفع اللي احنا اتفقنا عليه. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شكرا شكرا جدا يا مدام ريري. يا اخويا احنا اللي متشكرين. طيب اتكل انا على الله بقى. انت رايح فين؟ احنا لسه هنتعشى. لا لا عشاء ايه؟ انا خلاص اخدت حقي ناشف. شكرا يا فندم شكرا سلام. وصله يا مجدي. حاضر. تكميله راجل ضلالي.